محمد اوزين، نعطيك سؤال شويه شخصي. مرحبا. واش انت خليتيش سؤال ما عطيتيش؟ جامي السلطان جا بنت لك البنيوته ديالك ديتيها تصور معاه. وماك ديك البنيوته هي ماشي مغربيه؟ مغربيه. انا قلت لهم شوف، انا قال لي شي واحد قلت لهم شوف راه ميسي اللي عنده الزهر. الله ودي. طبعا لان بنيتك الله يطول ليها في عمرك. ماشي بنيتي. ما درتيش فيها السياسه القضيه. ماشي بنيتي، شوف ماشي بنيتي. ميسي عنده الزهر، خرج لابلوز وهو في يديه واحد الفتاه مغربيه كتحمل في الدم ديالها العراقه والحضاره والاصاله والارث ديال البلد. علاش بنت بالضبط هو المغرب؟ علاش بنت قلقتي صحاب الريال؟ اه في خبارك ما درتيش فيها وزير؟ كيفاش قلقتي الناس ديال الريال؟ قالوا ها الوزير بنته البارسا، اذا ها بارتي برون. هما البنت الوزير ماشي مغربيه. خصك تراعي هذه القضيه اللي كاين. ما غاتسقطش عليها الحق بلاتي، ما غاتسقطش عليها بنت الشعب وعندها الحق. كتبغي البارسا شكون هي؟ البنيه. بسرعه بسرعه، ولكن بنت الوزير. عندي واحد السؤال بغيت. حيت بنت الوزير علاش هذا الوزير زعما غادي ديروه انت ما تقراو هذه القراءه هكا؟ علاش هذيك البنت هذيك راه بنت الشعب قبل تكون باره والشعب وكيمثل الشعب وفي خدمه الشعب. ولو ما كانش باها وزير ما غاتكونش حدا ميسي. يعني خص اللي بغى يتصور مع ميسي يكون ولد اوزيل. ما عرفتش واش قال يتصوروا مع كلهم والديهم وزراء. وداك النهار بالضبط. انا كنعرف واحد القضيه. عرفت انا بعدا بلاتي يقول هذه القضيه. هذاك النهار تصوروا مع 10 ولا 20 دري. كلهم تصوروا معاه. والديهم ماشي. بيان سيغ. حيت باوزير. انا بغيت نستغرب.